لما بنتكلم عن الزراعه وبنتكلم عن تعمير الارض بالزراعه، ده مفهوم كبير جدا، لانه الفكره في اهميه الزراعه مش بس، او النهضه الزراعيه مش بس المحاصيل الصيفي والشتوي، فكره ان احنا دلوقتي بقينا بنشوف ساعات منتجات غذائيه موجوده في فصل مش الفصل بتاعها، لا الموضوع كبير جدا وبيشمل محاور كبيره جدا. بنتكلم على تعمير الاراضي، بنتكلم على استصلاح اراضي جديده، كل دي حاجات واكتر بتخلينا نفكر كده او نقف كل فتره في وقفه مع النفس ونشوف بلدنا عملت ايه في ملف الزراعه فيها. لو بنتكلم على الفترة اللي فاتت دي مع حاليا دلوقتي، ممكن نشوف انه في نهضة زراعية حاصلة في عصر الجمهورية الجديدة، في مشروعات استصلاح أراضي جديدة الهدف طبعا منها زيادة المساحة الزراعية وتعويض مساحات كثير خسرناها، وخسرنا يعني حاجات تانية الحقيقة كتيرة جدا، خصوصا في فترة أعقاب 2011 ثورة 2011، وبالتالي كان في تحرك فيما بعد عندما بدأت الدولة في الاستقرار بمؤسساتها، كان في تحرك علشان فكرة أنه أحافظ مش بس على أمن الأفراد كأمن وأمان يعني، لا كمان على الأمن الغذائي للمصريين. صحيح. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أكد في كتير من المناسبات اللي كان بيكلم فيها مع المواطنين انه، وشفناها حتى في مشروعات تانية كتير قبل كده يعني، زي مثلا احياء توشكا دلتا جديده بيتم العمل على انشائها، مشروع 1.5 مليون فدان وغيرها، فالرئيس السيسي كان بيأكد طول الوقت انه ضروري قوي انه الدوله تهتم بهذا الملف، ضروري انها تهتم بفكره تنميه القطاع الزراعي. ده هنناقشه اكتر وهنعرف احنا هدفنا ايه ووصلنا لقد ايه النهارده من تحقيق هذا الهدف. معانا عبر كاميرا اكسترا نيوز الدكتور نعيم صلحي، مستشار وزير الزراعه للتوسع الافقي. يا دكتور نعيم صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا دكتور، اهلا وسهلا. صباح الخير استاذ محمود، صباح الخير استاذ محمود. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. دكتور نعيم، مفهوم الامن الغذائي هو اوسع وابعد من مفهوم اتساع الرقعه الزراعيه، كيف لمؤسسات الدوله بما فيها طبعا وزاره الزراعه ان تحقق مفهوم الامن الغذائي من خلال التوسع الافقي في مساحه الارض المنزرعه؟ يعني لو لاحظنا كده في السبع سنوات الماضيه من 2014 وحتى 21، ان قطاع الزراعه يعني اخذ دعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومه المصريه عملت جاهده على تعظيم قطاع الزراعه بالكامل لتحقيق الامن الغذائي اللي هو مرتبط اساسا بالامن القومي. صحيح. المصري. ده كان مش هيحصل الا من خلال ان يبقى فيه تعويض للاراضي الخصبه الزراعيه التي فقدت من عشرات السنوات بالتوسع الافقي كمحور اساسي للتنميه الزراعيه في عهد الجمهوريه الجديده. بنلاحظ ان في عندنا مشروع عملاق زي مشروع الدلتا الجديده على مساحه 2.2 مليون فدان، بدا التنفيذ به فعلا، وبدا بزراعه 200,000 فدان، وجاري اصلاح السنه ديت حوالي 150,000 فدان اضافيه، والوصول ان شاء الله خلال سنتين الى 1 مليون فدان سيزرعوا في الدلتا الجديده. ده احد المشروعات الكبرى التنمويه. بالاضافه لان احنا لو بصينا ل يعني مناطق الظهير الصحراوي والمحافظات الصعيد. صحيح. وجنوب الوادي في توشكا، بإرادة قوية جدا من السيد الرئيس وجه باستكمال مشروع توشكا اللي كان متعسر لفترات طويلة، كان يعني نسبة الإنجاز بتاعته لو بصينا لها في سنة 2000 كانت حوالي يعني 10-15%. دلوقتي يعني بتوجيه الحكومة كل الدعم والإرادة السياسية القوية، قدر أن المشروع يستكمل البنية التحتية بتاعته من إنشاءات الخاصة بأنظمة الري والمحور الرئيسي لمحاور الطرق الجديدة
انشات يمكن شفنا طريق توشكا البنيه الاساسيه الطرق والكهرباء العوينات وتوشكا مرتبط بنيه الكهرباء وكل حاجه بنيه اساسيه كامله فاصبحت المنطقه جاذبه للقطاع الخاص وجاذبه للاستثمار ووصلت يعني نسبه التنفيذ دلوقتي حوالي يمكن اكثر من 60% في هذا المشروع ده بالاضافه للمشروع القومي في شمال ووسط سيناء حوالي 500 ألف فدان فاحنا بنتكلم في خلال سنتين يعني السيادة الرئيس وجه بضغط البرنامج الزمني لتنفيذ هذه المشروعات يبقى عندنا على الأقل خلال سنتين سيضاف يعني أكثر من 2 مليون فدان للرقعة الزراعية للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتوفير الأمن الغذائي للشعب المصري وتعظيم كمان العائد من الأنشطة المرتبطة بالإنتاج الزراعي زي مثلا شفنا يعني في توشكا مزرعة النخيل المجدول والنخيل البرحي اللي هو ذات القيمة المضافة العالية اللي ممكن يعني تقوم عليه صناعات وتصدير للسوق الخارجي وتوفير عملة صعبة وقطاع الزراعة الحقيقة من القطاعات الكبيرة الضخمة اللي فيها يعني يعني قطاع مرن يعني احتوائي يحتوي عدد كبير من العماله وتوفير فرص عماله فرص استثمار بتقوم عليه صناعات اي نمو يعني زياده يحصل في القطاع الزراعي بتنمو قطاعات ثانيه اخرى صحيح. في الدوله فالاقتصاد يعني بيبقى فيه يعني ارتفاع وتحسن بتحسن في قطاع الزراعه وزاره الزراعه واصلاح الاراضي الحقيقه بتبذل مجهود ايضا كبير جدا وضخم في محافظات الصعيد والوادي الجديد وتشكى بتقديم الخدمات كافة الخدمات الزراعية للمزارعين والشركات الاستثمارية الزراعية في المناطق المختلفة الصحراوية من خلال تحديث أنظمة الري الحقلي من خلال حديث وأساليب الزراعة الحديثة لتعظيم الفائدة وتعظيم إنتاج وحدة الأرض والمية وبالإضافة لأنشطة الإنتاج الحيواني والخدمات البيطرية والمكانة الزراعية والمراكز البحثية المنتشرة أيضا في المناطق كمان الصحراوية الجديدة زي محطات لمركز بحوث الصحراء محطات لمركز بحوث زراعية الحقيقة في الإرشاد الزراعي التوجه والتحول الرقمي وكارت الفلاح وخدمات الإنتاج الحيواني وتسمين مشروعات البتيلو ويعني وزارة الزراعة الحقيقة يعني من الوزارات والقطاعات اللي هي يعني لا عارفة تستريح ولا عارفة تنام.